بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن هنا من نقابة محامين القاهرة بالتنسيق ما بيننا ائتلاف خريج وطلاب الحقوق والشريعة والقانون وشبكة يقين الإخبارية عن دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني، حيث قمنا اليوم بتوزيع أكثر من 5000 منشور في القاهرة والمحافظات الأخرى للتضامن مع الشعب الفلسطيني غدا في تقديم طلبه للأمم المتحدة للحرية الكاملة والاعتراف به كدولة. فإذا كانت إسرائيل المحتلة اعترف بها كدولة، فمن باب أولى أن فلسطين صاحبة الأرض أن تكون كدولة. معنا أستاذ محامي، نتعرف بحضرتك. تفضل. علي الأيم، المحامي، محامي بالاستئناف في الجيزة. حضرتك، احنا النهاردة بنتضامن تضامن كليا، بنتكلم من هنا من نقابة المحامين، القلعة الحريات. قلعة الحريات أعظم نقابة على مستوى الوطن العربي كاملا، وإحساسنا بإحساس كل المواطنين بأن إسرائيل شعب بأن فلسطين شعب مضطهد، وحتى الآن بإحساسنا وإحساس كل رجال القانون بأن إسرائيل بتشجب العالم كلهاته للاعتراف بالسيادة الكاملة ليها والسيادة المنقوصة بالنسبة لفلسطين. النهاردة بندعو من نقابة المحامين كل بلاد العربية بأن تقف بعين متسلطة للزعمة التي تزعم به أمريكا باستصدار حق الفيتو في مجلس الأمن بعدم إسباب الشرعية على شعب فلسطين، حيث أن معلوم لدى الجميع أن الأرض أرض فلسطين وشعب فلسطين صاحب السيادة وصاحب الأرض وصاحب العالم وصاحب الحقوق المشروعة، وأن إسرائيل هي طاغية وعدوان. وننبه من هنا من قلعة المحامين، قلعة الحريات، على المجتمع الدولي بأسرة أن يعترف بالسيادة الفلسطينية، وفي حالة عدم الاعتراف سيتم التضامن العرب جميعا. ونحن ومن هنا من القاهرة بندعو العالم العربي كله أن يقف رجل واحد، مصر والعالم العربي كله بعد الثورة رجل واحد، ويتم توحيد الصف للاعتراف الكامل دون المنقوص للسيادة الفلسطينية في فلسطين. تتوقع ايه حضرتك ان شاء الله بكرة يكون رد فعل امريكا ايه ان شاء الله؟ ان شاء الله امريكا لها مصالح، واحنا كل العالم العربي تعرف ان امريكا بمكيالين اتنين. اليوم لابد على امريكا ان تغير السياسة ونظرتها بالنسبة للعرب والشعوب العربية. زي ما حضراتكم شفتوا، كلنا هنا في نقابة المحامين بنتضامن مع الشعب الفلسطيني، وغدا إن شاء الله سنكون نعم لفلسطين لا لإسرائيل. شكرا لحضراتكم.